بسم الله الرحمن الرحيم. في اول طبق هو طبق السبانخ اللي احنا بنتكلم عنه. هعمل ايه؟ جايب عندي ربع كيلو لحمه، بسم الله الرحمن الرحيم، لحمه عاديه مفرومه بقري او ضاني حسب اللي عندنا. هدي حبه ملح عشان يخلوا معايا اللحمه تفك بسرعه في قلب الحله، فلفل اسود عشان الزفاره وريحه اللحمه مع نار سخنه مش تبقى ريحتها كويسه، فالفلفل الاسود يساعدني في الكلام ده. وهجيب عندي معلقه وهبدا انزل عندي باي ماده دهنيه انا بحبها، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا معلقه زبده، معلقه سمنه، معلقه زيت حسب اللي عندي. وهبدا هديها كده كمان عشان بحب ايه الحاجه ما تحرقش مني، سنه زيت بسيطه، ماشي الكلام. وهجيب عندي حته اللحمه المفرومه، بسم الله، ومعلقه لطيفه وانزل كده اهو، بسم الله. الاول خالص ده السبانخ، ها ببدا كله في حله واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اشوحها كويس. هنا انا شامم ايه بقى؟ ريحه الفلفل الاسود. اول الكلام عشان نبقى واضحين بس في التركيبه بتاعت الفلفل الاسود والملح في بدايه اي تشويح لحمه على نار سخنه، اهو شوحهم على طول، ياخدوا مني دقايق ان شاء الله وتبقى اللحمه متعصجه قدام حضراتكم في السريع. اهو اهو شوف الفروله دي جايه برضو من حبه الملح اللي حطيناهم، ساعدوني شويه على عدم الكلكعه. كلام النهارده حاسس ان هو متفلسف شويه، عدم الكلكعه وبتاع، بس طبعا ايه انتوا فاهمين انا قصدي ايه. اهو شايف حته اللحمه عملت ازاي في ثانيه، اهو زي ما انا شغال كده اروح اعمل لها ايه بقى، جايب لها بصلايه حلوه. اللحمه المفرومه تحب البصل ايا كان، مفروم او مبشور، بسم الله، اهو وابدا اقلبها. هنا بقى البصلايه هتجيب ميتها، فحته اللحمه هتبقى مستريحه في التسويه بقى، مش ناشفه، ده المقصود. اهو قلبت حاجتي وتمام التمام، واضحه ما فيهاش اي صعوبه. هنا بقى ممكن احط عندي فص ثوم ناعم، ادلع بقى الامور واحده واحده. ادي فص الثوم الناعم اللي عندي اهو، تمام تمام، واقلب حاجتي اشم الروائح بقى الحلوه. واجي كمان اروح اعمل ايه كالعاده، ايد الهون دي عندنا ما بتشتغلش غير يوم الحد والتلات، يوم الاكل الشعبي والعزومه. بجيب عندي بهارات اللي نفسي فيها وابدا افرمها او اضربها على ايدي بالشكل ده. دوبها جواها ايه يا شيف؟ حبايه جوزه الطيب. هقول لكم السر، بجيب حبايه جوزه الطيب، ثلاث اربع حبايات حبهان، حبه قرنفل، فلفل اسود، حصى، اجيب اي بهار انا نفسي فيه وابدا اسخنه الاول في طاسه وافرمه في الكبه، يبقى ناعم معايا بالمنظر ده. شايف المنظر؟ يعني ايه كنت شايفه يعني؟ هقول لك ايه؟ ما دام انت شايف ان خلاص حاضر، انا اسف. اشم الروائح بقى دلوقتي، الله اكبر، ريحه لحمه حلوه، بصلايه مظبوطه، حبه ثوم. ابدا بقى دلوقتي ابهر بحبه ملح كمان، شوف اهو، شكرا كده احنا عملنا اللي احنا عايزينه خالص، تمام. طيب السبانخ ما بنزلش بيها غير في الاواخر. الطبق ده مقدم لحضراتكم كمان من كنور مكعبات المرقه بتاعتها عشان اعمل صوص حلو، صوص طماطم. هنزل بالسبانخ، صوت معلش، واحد هوا دي مش عندي في ودني على مؤاخذه، معلش، ماشي الكلام. هبدا هنزل بالسبانخ، واحنا لو مهتمين احنا بقى بحاجتنا وسايبين حاجه المطبخ للراجل اللي بيقف على المطبخ هيبقى مستريحين قوي، ونخلي الشيف يطبخ واحنا نصور، يبقى اكيد ممكن نطبخ ونصور ونخرج، دي جديده صح؟ ها؟ شفت ربنا سبحانه وتعالى كبير، ده احنا والله العظيم ربنا كبير. هرجع تاني للحم المفرومه بالسماق. انا بقى من الناس ما بحبش اموت الخضره وهي بتتقلب. الخضره دي يعني لازم تكون لونها اخضر كده في اول التسويه واخرها، ما تخليهاش غامقه. طب ايه اللي بيغمق الخضره يا شيف وانا بعمل السلق او بعمل السبانخ او بشوح اي؟ التقليب الكتير فيها ما تستحملش، ده ورق. احنا اصلا بناكل الخضره فريش، فكون نحطها في النار يبقى لازم نكون حساسين شويه عليها. طيب هتعمل ايه بقى؟ تعالى نعمل حبه صوص طماطم حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب عندي صلصه طماطم بتاعت كنور ومكعبين مرقه بتوع كنور برده، ماشي، وعندي كوبايه عصير طماطم فريش، أربع طماطميات مقطعهم كروكي مع معلقة صلصة طماطم في كوبايتين مية في الخلاط. وهجيب عندي معلقة صغيرة سنة بهار تانية، ركز معايا، وسنة كمون عايز أسبك صوص حلو بقى، وسنة كزبرة، شوف السنة دي قد إيه طرف المعلقة اللي هو بدي تيست كويس، ماشي الكلام. وخلاص حطينا بهارات، حطينا كل حاجة، تمام التمام. هنعمل إيه بقى؟ هنزود كمان بقى ونعلي التيست اللي هو بقى هيثبت لي الطعم، المكعبات المرقه بتاعت كنور، الخضروات او اللحمه او الفراخ، بس النهارده هشتغل باللحمه عشان بعمل لحمه. بص مكعب المرقه هو طالع لسه الورقه بتاعته عامله ازاي؟ اهو فريش وباين،
حلاوه المكعبات بتاعت كنور دي زي ما بقول لكم دائما والله ما فيهاش مواد حافظه، فدي حاجه تخلينا نبقى مطمئنين في القصه دي كلها. بنطعم الطعم كده بمكعبين اهو كاني بهارات وانزل بيهم هنا. حلو الكلام. هجيب عندي معلقه واجيب عندي صلصه الطماطم اللي هتسبك لي الامور. بص الصلصه شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد ادي اتنين. بص الفتحان ده مهم، تفرق ايه عن الفريش؟ بص الفريش اللي انا عاملها اللي فيها بذور شايفها، بص اللون ده المطلوب لصلصه الطماطم. لما اجي اشتريها ابص على لونها، فاتح كده تمام واعمل كده خلاص زي الفل. اعمل ايه بقى سريعا؟ بعمل البطرمان ده مهم جدا، احط عليه حبه زيت. حضرتك في الثلاجه تسيبيه يقعد براحته، لو سبتيه من غير زيت ايه اللي هيحصل؟ هيبقى فيه بكتيريا، وانتوا عارفين انا قصدي ايه. هرجع تاني واقلب حاجتي. بص بقى هنا الصوص بتاعي كله عامل ازاي اهو، بهاراتك وحاجتك كلها، ولا تشغلي نفسك ولا تروحي ولا تيجي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل فين؟ على الخضار اللي قلنا مش هنسيبه اكتر من كده على النار اهو. بص كمان حتى كله داب، كل البهارات وحاجتي كلها تمام التمام. بص بقى هنا كده التقريب عامل ازاي اهو كده، احنا تمام وزي الفل. اه تمام التمام. هنعمل ايه بقى تاني؟ هنسيبها على كده؟ لا طبعا، هتنشف منك حبه مرقه او حبه ميه واسيبها تتسبك وتعيش حياتها. طيب الحمص يا شيف، الهريسه يا شيف، الطماطم يا شيف، اقول لك بعدين. اجيب عندي كده اهو على السريع اهو، ادي عندي المرقه بتاعتي. دائما برضو بكون مجهز عندي حبه مرقه حلوين خضار ثابتين. بسم الله كده اهو، واسيب الكلام ده كله يعيش حياته، مش بكميه كبيره عشان بس الصوص يبقى مظبوط كده اهو. والله عايز اخليها محمره كمان، ممكن اديها معلقه صلصه طماطم كمان، مش تقولي لا يعني اهي. كمان واحده يلا خليك كريم اهو، عشان يبقى الصوص حلو محمر كده وخفيف برده ويبقى مظبوط اهو كده اهو، مش ناقصه حاجه باذن الله. سيبها هتاخد وقتها وتتسبك الصوص طماطم مع اللحمه اللي موجوده مع الخضروات بتاعتي مع السبانخ مع كل حاجه، يبقى الامور زي الفل.